الطبيعة هي مصدر الإلهام الأساسي للمصر القديم، استمد منها علامات الكتابة الهيروغليفية، ومش بس كتاباته، كمان عقيدته كانت مستمدة من دراسته للكون. فكر إزاي اتخلق وإزاي اتوجد. أصل المصري القديم كان عنده أسلوب خاص جداً في تسجيل أفكاره ومعتقداته، كان بيسردها في شكل أساطير زي أسطورة هليوبوليس، أسطورة خلق الكون. إحنا هنا في أون، من أقدم مدن مصر القديمة. إحنا في هليوبوليس، وده الاسم اليوناني لمنطقة عين شمس أو مدينة الشمس زي ما قال عليها أجدادنا.